اختبار حلقة النهاردة اسمه الـ Grip Strength Test. كلمة جريب يعني القبضة، المسكة دي. في بعض الألعاب بتبقى مهمة عندها قوة الايه المسكة دي، ازاي نقدر نقيسها للاعب بتاعنا وازاي نقدر نطلع النتائج دي من خلال التقييمات. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. الاختبار ده برضه اسمه جريب سترينس، يعني ايه جريب؟ اللي هي القبضة او القفشة بتاعت ايدك دي. في بعض الألعاب مهمة جدا انك تقيس مقياس المسكة، القوة بتاعتك، زي مثلا لما اجي اعمل ويك ليفتر مثلا، او ان انا هبتدي اشتغل تمارين باستخدام البول ابس او على استخدام اجزاء علويه من الجسم، فطبعا ببقى عايز اقيس مدى القوه بتاعه الجريب. فبالتالي انا باخد 3 قياسات عشان تبقوا عارفين بالجهاز اللي قدامنا على الشاشه ده. في بعض الجيمات بقت دلوقتي متطوره وعندها الكلام ده كله كسترينث كونديشننج، لازم تبقى عارف الجهاز ده. بتخلي ايدك جنبك كده، تطلب العميل ايده جنبه ويضغط اضغط حاجه او اجمد حاجه عنده، وبعدين بتقيس هنا وتسجل رقم، وبعدين ترجع تعيد ضبطه تاني وتديه له يمسكه مره تاني، وتكررها 3 مرات، طبعا الايد اليمين والايد الشمال، وتسجل. وده كان المقياس اللي اسمه جريب سترينث. استفدت من الفيديو؟ يا ريت تقوم تطبقه بنفسك عشان تتقنه، عشان لما تيجي تعمله مع العميل بتاعك تقدر تطلع بالنتائج ازاي. وما تنساش لايك وسبسكرايب وشير عشان الكل يستفاد. ICC Arabic، طريقك للتميز في مجال المدرب الشخصي.